نبدأ وعلى بركة الله نستعين. أعزائي المشاهدين متابعين الكرام، انطلق بحفظ الله ورعايته تاسع أشواطنا في هذا المساء ليحمل لنا منافسات وتحديات جديدة مع انطلاقات هجني أصحاب السمو الشيوخ والسعادة في منافسات جميلة مع سن اللقايا ضمن انطلاقة مهرجان المؤسس طيب الله ثرى. ينطلق هذا الشوط يحمل لنا جديد المنافسة والإثارة والتحدي مع هذه الشعارات. جائزة هذا الشوط عبارة عن يوغن ستيشن جي ام سي مقدمة في منافسات وتحديات هذا المسار الجميل المدار الخمسة كيلومترات. نبدأ مباشرة بالتعرف على الأسماء المتقدمة ومع المركز الأول والصدارة. نبدأ البداية مع ظن على مقدمة هذا الشوط من هجن الشحانية، أول الأسماء المتقدمة على المركز الأول وبمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري، بينما على المركز الثاني نتابع من الجانب الآخر التقدم والاندفاع الجميل اللي نشاهده في هذه لحظات من خلال تقدم حضور اللي تحضر في هذا الشوط بشعار هجن الشحانية وبمتابعة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل من يتابع انطلاقة حضور على المركز الثاني، بينما على المركز الثالث نتابع التواجد من نوف مع ثالث المراكز العايدة ملكيتها لهجن الشحانية ويضمرها البرنس جار الله بن محمد بن عقيل من يتابع هذه الاندفاع مع نوف على المركز الثالث. ناخذ المركز الرابع على رابع المراكز، نتابع التقدم من الغزيل اللي خذت المركز الرابع بشعار سعادة الشيخ سعود بن فهد الثاني من تتقدم على المركز الرابع، وحسين بن محمد آل سفران من يتابعها في عملية التضمير. ناخذ المركز الخامس، نختم الندى مع العنود القادمة على المركز الخامس التي بدأت تتقدم في هذه اللحظات بشعار هجن الغرافة ويضمرها المدهش سالم بن عامر المدهوشي من يقدم انطلاقة العنود على المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز، هذه نتيجتنا للخمس الأسماء المتصدرة المشهد حتى هذه اللحظات مع انطلاقة هذا الشوط. هنا نتابع هذه الإثارة والتحدي وهذه المتعة المميزة مع انطلاقات سن اللقاية مع اندفاع سن اللقاية في هذا المساء. ما شاء الله تاسع الأشواط يسير بتحدياته وإثارته هنا، ولكن المقدمة والصدارة حضور اللي غيرت في هذه اللحظات انتزعت المركز الأول. هذه حضور على مقدمة الشوط وعلى مركز القمة منطلقة بالشعار الأدعم الكبير شعار هجن الشحانية الذي يتقدم مع تقدم حضور على مقدمة هذا الشوط وفي مركز القمة وبمتابعة البرنس جار الله بن عقيل من يتابع تحركات حضور وانطلاقتها في هذا الشوط، بينما على المركز الثاني التقدم يأتي من نوف مع ثاني المراكز أيضا من هجن الشحانية وبمتابعة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل من يقدم لنا الاسمين، يقدم لنا حضور ويقدم لنا نوف على المركز الثاني في اندفاعة هذا الشوط، بينما على المركز الثالث أشاهد التقدم من العنود على ثالث المراكز من هجن الغرافة ويضمرها المدهش سالم بن عامر المدهوشي من يقدم انطلاقة العنود على المركز الثالث. المركز الرابع شوف التحرك الجميل اللي نتابع من عسيلة من هجن أم الزبار حمد بن سالم بن زاهرة يقدم عسيلة على المركز الرابع وفي خامس المراكز. أشاهد التقدم في هذه اللحظات والوصول اللي شاهده من اعتبار من هجن الغرافة سعيد بن راشد الزعبي، ولكن من الجانب الآخر أتابع التقدم من دجلة القادمة في هذه اللحظات بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني. محمد بن مبارك النابت المري يتابعها في عملية التضمير. هذه النتيجة للخمسة الأسماء المتقدمة، ولكن تابع هذا المشهد الجميل عبر قناة الريان الفضائية مع هذه الانطلاقات وتحديات هذا المساء مع هذه العدسات التي ترصد كل الإثارة والتحدي والمنافسة هنا في هذه الأشواط المسائية وفي هذه التحديات الرائعة مع عالم الأصائل. شوط
المركزنا التاسع بتحديات وانطلاقة حضور حتى هذه اللحظات من هجن الشحانية بمتابعة البرنس. من يقدم حضور؟ من يقدم حضور على المركز الأول على الصدارة الأولى؟ لكن الخطر القادم العنود عليها الرقم واحد وتبغى الرقم واحد من هجن الغرافة وسالم بن عامر المدهوشي. من يقدم العنود على المركز الثاني المركز الثالث؟ شوف التقدم والإثارة، وصلت 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 اعتبار بدأت تسير بتحدياتها الجميلة من هجن الغرافة. سعيد بن راشد الزعبي مع جوال كيلو متر الأخير موقعنا. وفي المركز الرابع سيلة من هجن أم الزبار حمد بن سالم بن زهرة من يتابعها في عملية التضمير. المركز الخامس تابع الاسم القادم، وصلت في هذه اللحظات وتقدمت نبا من هجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بفران. لكن العودة إلى مقدمة الشوط في المشهد الأخير رباعية المقدمة المربع الذهبي. يا سلام يا حضور حضور، لا زالت النجمة حتى هذه اللحظات من هجن الشحانية بمتابعة البرنس جر الله بن عقيل. ولكن العنود 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 غيرت في هذه اللحظات من هجن الغرافة مدهش المضمرين حضور والعنود. ومن الجانب الآخر اعتبار، وهناك التقدم من عسيلة. يا سلام يا سلام على هذه المنافسة في اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة. ولكن حضور 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 ما تبغى تسلم الصدارة أبدا، أن تستسلم إلا أن تكون بطلة لهذا الشوط حتى هذه اللحظات من هجن الشحانية بمتابعة البرنس. جار الله بن عقيل من يقدم حضور على المركز الأول، طارت بالناموس طارت بالانتصار في اللحظات الأخيرة. سلام 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 يا حضور سلام، مشكور يا البرنس الذي قدم لنا حضور في هذا الشوط بشعار هجن الشحانية وبتحدياتها الجميلة. حظت على الفوز والانتصار وصمدت رغم كل التحديات من الشعارات والضغط الكبير في الأمتار الأخيرة. بينما المركز الثاني المركز الثاني وصلت اعتبار من هجن الغرافة سعيد بن راشد الزعبي، والمركز الثالث المركز الثالث عسيلة من هجن أم الزبار حمد بن سالم بن زهرة، والمركز الرابع المركز الرابع كان الوصول من العنود من هجن الغرافة مع سالم بن عامر المدهوشي، والمركز الخامس المركز الخامس نبا من هجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بفران. هذه نتيجتنا، ولكن حضور كانت البطلة في شوطنا الماضي بتحدياتها الجميلة وبالشعار الادعم الكبير. ناخذ التوقيت الزمني، قطعت مسافة الخمسة كيلومترات حضور في توقيت مقداره 7 دقائق 32 ثانية و29 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية والتهنية موصولة لمضمر حضور جار الله من محمد بن عقيل. مشكور يا البرنس الذي قدم حضور في هذا الشوط. بينما المركز الثاني كان الوصول من اعتبار وشعار هجن الغرافة في 7 دقائق 32 ثانية و39 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الغرافة والسعيد بن راشد الزعبي الذي قدم لنا اعتبار على المركز الثاني. أما ثالث المراكز، المركز الثالث فكان الوصول من عسيلة وتوقيتها 7 دقائق 32 ثانية 59 جزءا من الثانية. تهانينا لهجن أم الزبار ولحمد بن سالم بالزهرة.